أربعة أشهر من التظاهرات والاعتصامات أفضت إلى إعلان قيادة الجيش السوداني على لسان وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف اقتلاع نظام الرئيس السابق عمر البشير واحتجازه في مكان آمن وتولي السلطة في البلاد لمدة عامين تنتهي بانتخابات لاختيار حكومة ديمقراطية. بعد يوم واحد من ذلك الإعلان خرج الفريق بن عوف على التلفزيون الرسمي مرة أخرى ليعلن تنحيه ونائبه الفريق كمال عبد المعروف عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس، وذلك بعد رفض المعتصمين أمام قيادة الجيش للمجلس العسكري وتمسكهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية. الرئيس الجديد للمجلس الفريق عبد الفتاح البرهان تعهد في بيانه الأول بتشكيل حكومة مدنية والتحفظ على كافة رموز النظام السابق وإعفاء الولاة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء حظر التجوال. وعلى الرغم من الخطوات والقرارات التي أعلنها قادة المجلس العسكري الانتقالي أو تلك التي وعدوا بها، إلا أن تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة معه على إعلان الحرية والتغيير أعلنوا تمسكهم بمواصلة الاعتصامات والتظاهرات لحين التنفيذ الكامل لمطالبهم. وتشمل تلك المطالب نقاطا أساسية أهمها ضمان عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية، تفكيك النظام السابق والتحفظ على كافة رموزه، بالإضافة إلى وقف الحرب في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها. الكثير من الدول في العالم والإقليم رحبت بحذر بالخطوات التي أعقبت الإطاحة بنظام البشير، وأمهل الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وإلا سيواجه السودان تعليق عضويته في الاتحاد. وما تزال اعتصامات المتظاهرين أمام قيادة الجيش السوداني مستمرة، وما يزال المشهد السوداني مفتوحا على احتمالات كثيرة.